أني لا أستطيع أن أعبر عن السعادة التي أشعر بها في هذا الحفل البهيج الذي يقام في سلا وفي إطار جمعية أبي رخاق، وفي هذا الإطار الفني العامر والثقافي المتميز. ولهذا فإني سعيد جدا بحضوره، وأشكر جميع الأخوات والإخوة الذين ساهروا على تنظيم مثل هذا الحفل الفني الثقافي المتنوع الذي قلما نشاهد مثله في مثل هذا الإطار. الآن الحمد لله وقع انفراج سيجعلنا نبتهج بعودة الأمور إلى ما كانت عليه وأحسن مما كانت عليه، بفضل هذا الطموح الذي يوجد عند شبابنا وعند المهتمين القائمين على مثل هذه التنظيمات ومثل هذه الجماعات والجمعيات. ولهذا فالحمد لله نحن نبتهج ونفرح حين نجد شبابنا يستمع ويحمل المشعل لكي يواصل المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عبد السلام السفياني، رئيس جوق الطرب الأندلسي لمدينة سلا. كم أنا مسرور في هذا اللقاء وهذا المهرجان الدورة 12 اللي كتقوم به جمعية أبي رقراق اللي كيشرف عليها الأستاذ نور الدين شماعو رئيس الجمعية والكاتب العام الأستاذ عبد المجيد فنيش. وكم صوررت بها في هذا المهرجان المقامات الذي لاقي ودائما يلقى صدى طيب هذه 12 دورة تبارك الله. وكم صوررت في هذا الحفل اللي شفت وجوه، لان كانت هذا كورونا اللي تقريبا عامين ما كان لا مهرجانات ولا انشطه ولا، يعني الناس الحمد لله متشوقه. ولما شفت بعض الوجوه اللي شحال هذه ما شفتهم، والحمد لله كان الحفل ديال الافتتاح كان في المستوى اللائق. وكنشكر الاصوات اللي تبارك الله هذا اللي لاقيه صدى طيب على الصعيد الوطني، وكنتمنى لكم التوفيق. اخوكم عبد السلام السفياني، تبارك الله عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.